مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تيفي. خلق النجم المغربي سعد لمجرد الجدل من جديد من خلال الاطلاله ديالو الغريبه خلال احياء حفل زفاف بالعاصمه المصريه القاهره. وظهر سعد لمجرد وهو لابس بيجامه كيف ما كتشوفوا مشاهدينا. هذه هي البيجامه اللي اختار لمجرد الظهور بها خلال احياء حفل زفاف بالعاصمه المصريه القاهره، وهذا الشيء اللي اثار سخريه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي اعتبروا على ان هذه الاطلاله ديال سعد لمجرد ما كتوافقش مع حفل الزفاف اللي قام بإحيائه. وانقسمت الآراء بين الإعجاب والسخرية على الإطلالة ديال سعد لمجرد. ومن بين هاد التعاليق كنلقاو التعليق ديال هناء سولاي اللي كتبات: يا ربي نكون غير كنحلم، مالو لابس بيجامة ديال النعاس، نعاس الشيطان السي سعد. تعليق آخر مصطفى اللي كتب: سعد ضرب الدنيا بركلة، كان في مشكل حتى حد ما ساعده، كل شيء عطاه بالظهر ودابا خليه يعيش حياته وهو حر. يعني بزاف ديال التعاليق مشاهدينا اللي تفاعلوا مع هذه الاطلاله الاخيره ديال سعد لمجرد. تعليق اخر ديال جيهان كتبات: بيجامته زوينه، يعني عبرات على اعجابها بالبيجامه ديال سعد لمجرد. تعليق اخر ديال لولو لاميتا اللي كتبات: ديك البيجامه راه بمليون. يعني بزاف ديال التعاليق. ناني بير كتبات: مسكين ما لقى ما يلبس ولبس بيجامه. يعني تعاليق كثيره اللي تفاعلت مع هذه الاطلاله الاخيره ديال سعد لمجرد. تعليق اخر ديال شريفه اللي كتبات: هذه بيجامه ديال الناس على قله الحوايج. السومه كتبات: داك الشيء اصبح بالعلالي، علاش لبس بيجامه. وعلمت شوف تيفي على ان هذه البيجامه ديال سعد لمجرد الثمن ديالها باهظ بحيث كتبلغ حوالي مليون سنتيم، وكترجع هذه البيجامه لعلامه تجاريه معروفه في ايطاليا. وكتعتبر هذا الحفل ديال الزفاف هو الاول من نوعه للمجرد في مصر بعد الغاء حفل غنائي ليه بسبب حمله الكترونيه كانوا داروها المصريين ضد سعد لمجرد اللي رفضوا على انه يجي لمصر ويغني بسبب يعني اتهامه في قضيه اغتصاب قبل سنوات. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.